هادي مشيت سكينة. اش بان لك فواحد كيقول لك باغي المعقول وكيقول تمشي معايا للدار؟ كلام كلهم كلام. شوفي الخدمة شوبينغ فواياج ضربي جدم الحياة الركلة لاختي ما عنديش تما نشرب بالليمون شوفي نقول لك واحد الحاجه قسما بالله وما نضي الا جا شي حد نوضك انا كنقولها لك حنا ما عندناش مع الحب هذا غير سميه دازت من فوق السماء وحنا شدوها بعد بعد الناس داروا لها بنو وحنا جلسنا تنبجغو في جين مال الكلب هادي تاهي تنفكر هاد الفنيدة هادا قوي لبهادا ماشي فنيدة بسم الله جنوز شوفهم انا 17 عام ديال الزوج الاخر تصدرون ولا كاين لا حب لا والو ناتقا لهم 60% اللي كانوا معايا في سويسرا سببهم راجل يا قتله يا شنقه يا محيده ليلى قالت ليه الخيانه شدات بالموس كاريمون يا قاليه يا شاويه يا مسلطه الحبس بشيكاتها يا شاف روحها طلعت شفره مسلطه الحبس يا خاينه ودبزات هي ويا ودار لها الشوها يا 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 خاينه مشات خاينته وصفتها الحبس يا 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 شوفوا هكا كدود ديال العيالات سبابهم الرجال لا شي بهلا اللي جايه بحالي وسكن داخله الى جيتي الله ما عرفت اختي والله العظيم لا حما خاله انا شفتك كضوي ما ضحكتي بوحدي سبحان الله كي هبط انا كنربي واحد مسكين ربي ماشي مشكل وحق الله العلي العظيم يعني فريمون فريمون كت كت هو بعدا المهم تنبقى كنقول بعدا انت راه عرفت راسك اختي ملموسه الحاجه انا اختي ما عرفت حتى انا كنت خاشيه هو يبان لي هذا الضوء بحال الرمانة وبرطة الفاستي التمو داخلين على شي دوار انا دخل واحد الدوار هزي جلبت دخلت واحد الدوار ما خرجت منه تا يا
ربي تسمح لي الله يجعلها مغفرت الدون وبزهر. اي ما كانش حق الله ما عرفش عليك داك الصباط قوس. انا عندي ما عرفتش شفت عند الدكتور بن موسى يا لايك 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 وحق الله. كاينه قاتله سرقه نصبه شفره ضربه. انا ما قاتله ما شفره ما نصبه ما ضربه. كلنا بصراحه يعني شوفوا قلت العقل باش تعرفوا انه كاينين قوانين اللي ما كنعرفوهاش. اللي احنا بالنسبه لينا الحبس راه غير قاتله شفره. راه شوفوا بحال كيفاش كنقول لكم شتي كما كنقول لكم ديما هاد الورصه جو قطعت لكم وطرت الفني. كما كنقول لكم ديما شتي نهار نهار فاش فاش تكتب عليك شي حاجه تكتب عليك وفاش اشنو مالك مالك ثاني تتوجع شتي درك دارك راه هو هذاك الفني دا شرب بها راه يعني هذاك الاورانج هذاك الاورانج شربي درك شش فيا ما نعاودش ليك. اذا غادي نديرو الشفلور في الطاجين ونقلي يا سيغا ما كوبين غادي تدعي بعتاش غادي دير هاد الجبدي الحامض شلي ليهم دابا تديري فوق منهم البصله والثومه وهاني جاي مصبولك الشفلور غادي تغسل مزيان ياك وغادي تقطع طريفات طريفات وغادي تحط في كسرونه غادي تسلق ياك في الماء غادي ديري في كسرونه كيبان لي نديرو فهاديك الطغموميكس غادي يطيب غادي يتبخر مزيان يلا وقت لي نديرو لك. لا خصو يجدي شو لا سلقيه غادي تسلقيه ياك وغادي نديرو بالبيض غادي فاش يتسلق طريفات صغيورين غادي تضرب البيض غادي تسلقيه بعدا بشويه ديال الحامض وشويه ديال الملح ياك عندك يهرى لك بزاف فهمتي فوالا غادي تشد البيضه غادي تطربيها مزيان وغادي دير فيها شويه ديال البزار شويه كذلك ديال الملح شويه عندك دوز لك الملحه وغادي تغطسيه فيه وغادي تقليه والطواجين والطاجين غادي اللحم غادي تسد لا اللحم غادي تسديها على في الكوكوتوت وتكملها في الطاجين